في هذه اللحظة في هذا الزمن الآن المعارك مستمرة. نحب أن نؤكد نحن في مجلس دمج عسكري قوات دفاعية، هدفنا حماية مدينة دمج التي حررناها منذ أشهر من تنظيم داعش الإرهابي، ليست لنطمح مصلحة من عداء أحد، ولكن بالتأكيد من يريد أن يعادينا أو يهجم إلينا بالتأكيد سوف ندافع عن أنفسنا. التنسيق والتعاون مع التحالف الدولي مستمر وعلى أعلى المستويات. أحب أن أؤكد أن المقاتلين الذين هم الآن في مدينة منبج كلهم تدربوا وتسلحوا على يد التحالف الدولي.